يعني ما عندنا صير ما عندنا نقدر على كل شيء لا طحين لا حنطم ما عندنا نقدر نشتري كل شيء ما طلعنا يلا تجيب لك طماطات خبزات لأطفالك الظهر الغداء وما تقدر كل شيء ما ضل بيها أي مجال هذا لا والقصف هم صار فوقنا فطلعنا طريق زراعي شول 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 زارة زراعية كله من هذا الجش والعودان والشوك هذا الأطفال الملابس هذا معلاتهم تكرم زتوها قاموا شو حفيانين ما تقدر شايلين الطلة مال موي دباب الى الجهال بس خلصناهم بالطريق وهذا ما اقدر اشيل يعني انا صار لسه 10 ايام ما عندي بس هذا اغسل والبس اغسل والبس